هلا بتاخذ لون من البصل، وهي العدس هذا عدس بلدي، عدس احمر بيطلع لون الاحمر، يعني بصير الطبخه كلها لونها احمر. بس هلا ححط البرغلات ونخليها على نار ناسي. حط البرغل، هحط البرغل هاي، محطوط لها ملح والبصل والبرغل والعدس نص استوى، منخليها على نار ناسية لحتى تخلص. منحط تحتها إذا بدنا حديدة خصوصي للغاز لا ما تحترق الطبخة، لحتى تنبت هي والبرغل عمهلة. هلأ بسكر عليها وبخليها، كل شوي برجع بيجي بطلع عليها بفتحها بحركها شوي بشوف اذا استويت اذا نبتت ولا لا.